السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة أسرع الوصفات. وصفة اليوم من الوصفات المجربة والناجحة إن شاء الله لعلاج شيب الشعر، وخاصة الشيب المبكر، الناس الذين هم في سن يعني صغيرة ويعانون من هذا المشكل. قلت هذا المشكل يظهر نتيجة عدة عوامل، منها عوامل وراثية، ومنها هناك عوامل أخرى خارجية كالقلق وكالصبغات الكيميائية الاصطناعية تؤثر تأثير كبير في ظهور هذا المشكل. بالنسبة لهذه الوصفة، وصفة طبيعية يعني 100% مجربة وناجحة إن شاء الله. هناك نقطة فقط، أنه ضروري جدا المداومة على هذه الوصفة، يعني أكيد لن تحصل على النتيجة المطلوبة من أول استعمال أو ثاني استعمال، لأن هذا المشكل يصعب كثيرا علاجه. أنصح دائما في مثل هذه الوصفات بالمداومة، ثم المداومة على هذه الوصفات للحصول على النتيجة المطلوبة. قبل ما أبدأ في طريقة تحضير وعمل هذه الوصفة، أتمنى من الذين أول مرة يزوروا قناتي يشتركوا فيها ويدعموني ويفعلوا الجرس، وسأحاول دائما إن شاء الله إفادتكم بأنجح وأسرع الوصفات. وأيضا أتمنى من الذين يشاهدون هذا الفيديو لايك وشير للفيديو حتى يستفيد أكبر عدد من الناس، لأنه دائما يطلبون مني مثل هذه الوصفات، وأكيد أنتظر آراءكم وتعليقاتكم الجميلة. بالنسبة لهذه الوصفة، سنحتاج أول شيء إلى الجزر، نحتاج يعني إلى الكمية حسب الشعر، يعني هو حسب شدة الشيب في الشعر، يعني إذا كان قليل نحتاج إلى جزرة تكون متوسطة، أما إذا كان الشيب كثير وكثيف في الشعر نحتاج إلى جزرتين تكونان كبيرتين بهذا الشكل. بالنسبة للجزر نحتاج إلى عصير الجزر. بالنسبة لطريقة استخراج عصير الجزر، على حسب الإمكانيات المتوفرة عندكم، إذا كانت عندنا عصارة الخضار يعني التي تعصر تستخلص عصير الخضار، نستعملها ونستخرج العصير بهذا الشكل. وممكن هناك طريقة أخرى سهلة وبسيطة، نقوم بفرم الجزر أو نبرشه بالمبشرة بشر رقيق جدا، ونقوم بعصره ونستخلص العصير بهذا الشكل. قلت الكمية على حسب احتياجنا لهذه الوصفة، ممكن أني نضاعف في الكمية وممكن أني نقلل في الكمية. بالنسبة للمكون الثاني نحتاجه هو السمسم أو الجلجلان كما يقال في بعض الدول، السمسم بهذا الشكل. نأخذ مقدار ملعقتين متوسطتين من السمسم، نضيف لها نصف فنجان من الماء المغلي، ونغطيها ونتركها من 3 إلى 4 ساعات، ثم نصفيها ونأخذ الماء الذي استخلصناه من هذا السمسم. ممكن هذه الطريقة من الطرق، ممكن أني نستغني على هذه الخطوة ونستعمل زيت السمسم مباشرة، يعني ممكن نعمل هذه الطريقة أو نستعمل زيت السمسم مباشرة. بالنسبة لطريقة عمل الوصفة وتحضيرها، أول شيء قلت نحتاج إلى عصير الجزر، وهنا عملت كمية من السمسم حضرتها من قبل، وضعت عليها ماء ساخن وتركتها 2 أو 3 ساعات إلى أكثر. نقوم بتصفيتها واستخلاص الماء ثم نخلط المكونات. قلت ممكن نستعمل زيت السمسم مباشرة على عصير الجزر. بالنسبة لطريقة الاستعمال سهلة وبسيطة جدا، ممكن أني نستعين بقارورة بخاخ، نضع فيها هذا الخليط ونرش الشعر أو أماكن تواجد الشعر، ونركز على فروة الشعر، ممكن أني نوزعها باستعمال الأصابع فقط، ونقوم بحركات دائرية أو مساج برؤوس الأصابع، ونغطي الشعر ونتركها على الأقل 2 ساعة، ثم
إذا كان الشعر نظيف ممكن أني نغسل الشعر بماء دافئ فقط يعني، وإذا كان يعني ممكن أني نغسل أيضا الشعر بالشامبو إذا يعني كان عندنا الوقت وأردت النتيجة تكون أسرع. نستعمل يوميا هذه الخلطة، وإذا كان يعني ممكن نستعملها من 3 إلى 4 مرات في الأسبوع، ثم نداوم عليها ونستمر عليها حتى نحصل على النتيجة المطلوبة. يعني فعلا هذه الوصفة من الوصفات المجربة والناجحة إن شاء الله. أتمنى أنها تفيدكم وتجربونها. أنتظر آراءكم وتعليقاتكم. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة أسرع الوصفات. وصفة اليوم من الوصفات المجربة والناجحة إن شاء الله لعلاج شيب الشعر، وخاصة الشيب المبكر، الناس الذين هم في سن يعني صغيرة ويعانون من هذا المشكل. قلت هذا المشكل يظهر نتيجة عدة عوامل، منها عوامل وراثية، ومنها هناك عوامل أخرى خارجية كالقلق وكالصبغات الكيميائية الاصطناعية تؤثر تأثير كبير في ظهور هذا المشكل. بالنسبة لهذه الوصفة، وصفة طبيعية يعني 100% مجربة وناجحة إن شاء الله. هناك نقطة فقط، أنه ضروري جدا المداومة على هذه الوصفة، يعني أكيد لن تحصل على النتيجة المطلوبة من أول استعمال أو من ثاني استعمال، لأن هذا المشكل يصعب كثيرا علاجه. أنصح دائما في مثل هذه الوصفات بالمداومة، ثم المداومة على هذه الوصفات للحصول على النتيجة المطلوبة. قبل ما أبدأ في طريقة تحضير وعمل هذه الوصفة، أتمنى من الذين أول مرة يزوروا قناتي يشتركوا فيها ويدعموني ويفعلوا الجرس، وسأحاول دائما إن شاء الله إفادتكم بأنجح وأسرع الوصفات. وأيضا أتمنى من الذين يشاهدون هذا الفيديو لايك وشير للفيديو حتى يستفيد أكبر عدد من الناس، لأنه دائما يطلبون مني مثل هذه الوصفات. وأكيد أنتظر آراءكم وتعليقاتكم الجميلة. بالنسبة لهذه الوصفة، سنحتاج أول شيء إلى الجزر. نحتاج يعني إلى الكمية حسب الشعر، يعني أو حسب شدة الشيب في الشعر، يعني إذا كان قليل نحتاج إلى جزرة تكون متوسطة، أما إذا كان الشيب كثير وكثيف في الشعر نحتاج إلى جزرتين تكونان كبيرتين بهذا الشكل. بالنسبة للجزر نحتاج إلى عصير الجزر. بالنسبة لطريقة استخراج عصير الجزر، على حسب الإمكانيات المتوفرة عندكم. إذا كانت عندنا عصارة الخضار يعني التي تستخلص عصير الخضار، نستعملها ونستخرج العصير بهذا الشكل. وممكن هناك طريقة أخرى سهلة وبسيطة، نقوم بفرم الجزر أو نبرشه بمبشرة بشر رقيق جدا، ونقوم بعصره ونستخلص العصير بهذا الشكل. قلت الكمية على حسب احتياجنا لهذه الوصفة، ممكن أني نضاعف في الكمية وممكن أني نقلل في الكمية. بالنسبة للمكون الثاني نحتاجه هو السمسم أو الجلجلان كما يقال في بعض الدول. السمسم بهذا الشكل، نأخذ مقدار ملعقتين متوسطتين من السمسم، نضيف لها نصف فنجان من الماء المغلي ونغطيها ونتركها من 3 إلى 4 ساعات، ثم نصفيها ونأخذ الماء الذي استخلصناه من وضع من هذه السمسم. ممكن هذه الطريقة من الطرق، ممكن أني نستغني على هذه الخطوة ونستعمل زيت السمسم مباشرة، يعني ممكن نعمل هذه الطريقة أو نستعمل زيت السمسم مباشرة. بالنسبة لطريقة عمل الوصفة وتحضيرها، أول شيء قلت نحتاج إلى عصير الجزر، وهنا عملت كمية من السمسم حضرتها من قبل، وضعت عليها ماء ساخن وتركتها 2 أو 3 ساعات إلى أكثر. نقوم بتصفيتها واستخلاص الماء.
ثم نخلط المكونات. قلت ممكن نستعمل زيت سمسم مباشرة على عصير الجزر. بالنسبة لطريقة الاستعمال سهلة وبسيطة جدا، ممكن أني نستعين بقارورة بخاخ، نضع فيها هذا الخليط ونرش الشعر أو أماكن تواجد الشعر ونركز على فروة الشعر. ممكن أني نوزعها باستعمال الأصابع فقط، ونقوم بحركات دائرية أو مساج برؤوس الأصابع، ونغطي الشعر ونتركه على الأقل ساعتين. ثم إذا كان الشعر نظيف ممكن أني نغسل الشعر بماء دافئ فقط، يعني وإذا كان يعني ممكن أني نغسل أيضا الشعر بالشامبو إذا يعني كان عندنا الوقت وأردت النتيجة تكون أسرع. نستعمل يوميا هذه الخلطة، وإذا كان يعني ممكن نستعملها من 3 إلى 4 مرات في الأسبوع، ثم نداوم عليها ونستمر عليها حتى نحصل على النتيجة المطلوبة. يعني فعلا هذه الوصفة من الوصفات المجربة والناجحة إن شاء الله. أتمنى أنها تفيدكم وتجربونها. أنتظر آراءكم وتعليقاتكم. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.